صباحنا لليوم بيحمل تحية للعمال وسلام لأيدي الحرفيين السوريين يلي بقيت أمينة على سر الصناعات اليدوية اللي امتازت بها سوريا عبر الزمن ودمشق تحديداً. فكانت الحرف اللي منحت الطابع العام للمدينة جمالياتها وأسرارها وسحرها عبر الزمن. واليوم رح نستذكر بهالمناسبة حرفة حاضرة تعتبر بجمالها وتنوعها، بتعبر أكيد عن النسيج السوري، هو الموزاييك الخشبي يلي بيتجذر مع عراقة المكان. رح نتعرف على لمحة تاريخية عنه وما هي المراحل يلي طرقت عليها عبر الزمن وما التحديات يلي عم تواجه المهنة وكيف اليوم عم تتم المحافظة عليها من الاندثار. أسئلة رح يجاوبنا عليها الأستاذ فؤاد عربج رئيس الجمعية الحرفية للمنتجات الشرقية نائب رئيس مجلس شيوخ الكاري. سعد صباحك، كل عام وانت بخير. صباح الخيرات، ألف صباح لعمال سوريا، ونقول لهم كل عام وانتم بخير، وإن شاء الله بتكون العيد الجاي عيد أعمار لسوريا بإيد العمال. يسعد صباحك، وأكيد نعايد على كل الحرفيين السوريين. بالبداية خلينا نحكي عن تاريخ الموزايك، هي الحرفة السورية الدمشقية اللي فيها يمكن سحر خاص تمتاز فيه عن جميع الحرف اليدوية. هي حرفة تميزت فيها دمشق، ابتكرت بأيدي حرفيي دمشق على يد الحرفي جرجي جبرائيل بيطار. كان أول من ابتكرها وأول من صنع من الأخشاب السورية الموزاييك المتنوع بألوانه بجماله بأشكاله الهندسية. فكانت هي الحرفة، الحرفة تطورت وصار كل جيل يبدع فيها أشياء جديدة، عطى فيها لمسات جديدة، خلق من الأشكال الهندسية نقوش لا تعد ولا تحصى. لو وصلنا لهالأيام هاي كانت الحرفة بدائية بأشكال بسيطة، صارت هلأ تمتاز بالمفروشات، بالديكورات، بالأسقف، بكل ما مستلزمات الحياة من أخشاب، صارت تصنع من الموزاييك، تطورت لأبعد الحدود. يعني أكيد كل حرفة بتكون ببدايتها هي حرفة بسيطة، لكن مع تطور الزمن تتطور آلية استخدامها يمكن ومكان استخدامها. خبرنا أستاذ فؤاد، كيف تم تطور حرفة صناعة الموزاييك؟ هلأ نحن إذا بدنا ناخدها من بدايتها، وقت اللي دخلت الحرفة كهرباء بسوريا ما كان فيه، كان كل شيء يدوي. يعني حاولوا أن الحرفي يبدع من إيديه شيء رائع. ليش هلأ بنقول نحن القطعة القديمة إلى ذات قيمة أكبر من القطعة المشغولة حاليا؟ لأنه كانت تشتغل بطرق بدائية بفن يعني أوقات تعجز عنه الآلة. هلأ الآلة هلأ ساعدتنا أنه عطتنا وفرت وقت يمكن أنه ننتج شيء بأسهل من السابق. عم نطلع القدمة وقت اللي ما كان عندهم كهرباء كانوا عم يطالعوا شيء بإيديهم وعم يطلع حلو ويمكن أحلى من هلأ، يمكن هلأ ما في مين يشتغلوا. مشان هيك القطعة القديمة إلى قيمة مادية أكبر من القطعة المشهولة حديثا وزاد قيمة، وخاصة وقت اللي بيعرفوا شغيلة مبتكر حرفة أو كان له اسم كبير بأيامه، كل ما لا بتغلى سعرها وبصير أولاد المصلحة يلي بيعرفوا قيمة القطعة بيدفعوا حقها غالي، بيقول لك هي شغيلة مات، ما عاد في واحد تاني يشتغل مثلها، صارت قطعة نادرة. من هون صرنا نقول نحن الحرفي بشكل عام بيعيش فقير ولكن بيموت غني. بعد ما يموت وتمرق عليه سنين ما بيعرف قطعته بقديش عم تنباع، بقديش بيقول يا ريتني بقى كنت طيب تنباع بهالسعر. طيب خلينا نحكي عن أهمية الموزاييك السوري الخصوصية. يمكن كتير بلدان حاولوا يقلدوا الموزاييك السوري، لكن الموزاييك السوري يمكن له خصوصية خاصة، بس كمان عم يتعرض لظروف صعبة اليوم. اليوم نحن يمكن هاي الحرفة مهددة بالاندثار، شو فينا نعمل لهي الحرفة للحفاظ عليها؟ هلأ نحن قبل كل شيء الموزاييك تقليده حاولوا تزويره كتير، ونحن دورنا بالجمعية قمعنا هالتزوير هاد وحافظنا على الحرفة وعلى تراثها. تزوير الحرفة قاموا صاروا يطبعوه على كرتون يصوروه بصور جميلة، صار في مكانات تصوير حديثة تطالع صورة أجمل من القطعة ذاتها، يطبعوها على كرتون ويلزقوها. نحن وقت اللي جمعية اكتشفنا هالشيء هاد قمنا بقمعه بطرقنا الخاصة حسب المصادر اللي معنية بذلك، معناها من الأسواق، وعملنا تعهد علمي عم يشتغل لهالقطعة انه ما يعود يشتغلها بحياته. وبالفعل وقفت، هلا ما عاد موجود منها. صفي هلا نحن كيف الوقت هذا قديش صعب عليها؟ الوقت صعب
انه في كثير من اهل الحرفه تهجروا، في من اهل الحرفه سكر محلاتهم، في منهم هلا مثلا بوضع محرج، اليد العامله خفت. وهون دور جمعيه يمكن بيبرز اكثر للحفاظ على هي الحرفه. نحن الجمعيه كانت لها دور كبير. اذا بدي اقول لك انه هالازمه كانت من اصعب الظروف على الجمعيه، ولكن الجمعيه كانت بدورها من انشط اعمالها. نحن عملنا من خلال الازمه اللي من المعارض الداخليه والخارجيه على مستوى سوريا وعلى مستوى العالم، واخذنا جوائز عالميه بمشاركاتنا بالمعارض الحرف اليدوية. يعني اليوم المعارض، هي المشاركة بالمعارض الخارجية وأيضا الدولية، يعني قديش لها أهمية بتعريف الحضارة السورية بالتاريخ السوري بالحرف والمهن السورية بالخارج، وخاصة يعني بظل الظروف اللي عم نمر فيها، يمكن في كتير من البلدان عندهم تصورات أنه يمكن سوريا ما عاد عندها استمرارية بهالحرف، لكن أكيد سوريا مستمرة بتقديم الأجمل بكل الحرف الموجودة فيها. نعم، مثل ما تفضلتي، في شيء اللي عم يستغربوه وقت اللي عم نطلع خارج سوريا انه انتم عم يقولوا لنا، هلا نحن هالسنه بسنه 2015 شاركنا بمعرض هند الدولي واخذت انا الجائزه الاولى عن حرفه المزيف، والجائزه الثانيه اخذها زميلي بنحاس، وهلا بال 2017 كمان شاركنا بمعرض هند الدولي واخذت سوريا الجائزه الاولى بالحرف اليدويه، شاركنا بايران. عم يستغربوا يقولوا انه انتم بسوريا عندكم مشكله وعم تشتغلوا هالشغل وعم تشاركوا المعارض الدولية. كان في اقبال كبير على الجناح السوري في كتير. معرض الهند كان اقبال شديد ورائع، حتى الحرف تبعنا كانت مميزه، حرفتنا ما حدا قدر يقلدها بخارج سوريا، استصعبوا ما عرفوا بدايتها كيف بتبلش. هون الصعوبه بالحرفه، انه نحن طريقه صنع الموزاييك بيبدا من الحرف السوري بطريقه معينه، هن ما عم يقدروا يكشفوا هالسر ليقدروا يعملوا النقشه او النجمه او الرسمه اللي نحن بنشتغلها. انحصرت باراضي دمشق بسوريا هالحرفه، ما طلعت برات سوريا. يعني جهود كثيره عم تبذلوها وعم يبذلها كل الحرفيين السوريين، وايضا رح ننتقل للجهود الكثيره والعطاء اللامتناهي الذي يقدمه اصحاب البدلات الزرقاء للحفاظ على مدننا جميله بهيه، فرغم الصعوبات الكثيره ما زالوا يعملون ولا يعرفون عيد للعمال سوى انه يوم عمل اخر، افلا يستحقون منا ان نخفف اعباءهم قليلا ونحافظ معهم على نظافه شوارعنا؟ عمال بلا عيد تقرير لازم الاثنين. ارمين عمار. ببدلاتهم الزرقاء تراهم يجوبون شوارع دمشق غير مكترثين لعوامل جويه، لا همهم حر الصيف ولا برد الشتاء. ساعات طويلة يقضيها عمال النظافة خلف عرباتهم يكنسون شوارع المدينة وأحياءها لتظهر بأبهى حلة. ما عطلت ولا يوم، نحن بناخذهم بعد العطل، حتى الأعياد العادية عيد الأضحى عيد الفطر كمان بناخذه بعده. شغلتنا هي معودين عليها من أول ما اشتغلنا، معودين تحت الشمس تحت المطر عادي، تعودنا نحن. يمكن ما حد بيتعب مثلنا بالبلد كله، عامل نظافي شو يعني بدي أقلك عنه؟ إيه والله تعبانين، ما ناخد مو منطقة واحدة، ناخد منطقتين. أثناء الدوام، أثناء الدوام ما في عمال، يعني هاد بده عطل، هاد بده ياخد عيلته مشاوير كذا هيك، لذلك نحن ما يعني بننطر ناخد منطقتين. وتعبانين يعني تعبانين، الوسخ والدنيا والعالم يعني بتشوف الحاوي والله بتروح بتكب الأرض. عملهم الشارع، مقسمين إلى مناطق وأحياء يتجولون دون كلل أو ملل، جل اهتمامهم أن يحافظوا على نظافة المدينة رغم كثرة الأعباء. والله نحن مدومين هيك، يعني عملنا يتطلب، نحن هيك يتطلب عملنا، ما بنعطل يعني إلا يوم عطلتنا فقط، نمسك الشارع أو المنطقة ونكنسها بشكل جيد ونشيل القمامة كلياتها وتجي السيارة بترحلها يومياً على المنوال. هذا نعطل يوم واحد بالأسبوع، بالصيف ماكلينا وبالشتاء ماكلينا، يعني كجو بالشوب ناكلها بالشوب، تعرف يعني تحت الشوب، وبالمطر نفس الشيء، بس الحمد لله يعني شو بدنا نساوي، هاي شغلتنا يعني.
الحمد لله. قدر كل جهود كل إنسان يشتغل للوطن خدمة له، يقدم شيء للوطن يعني مليح، سواء بعمله سواء بمكان، لأنه الوطن يستاهل كل خدمة يعني. العالم هاي اللي عم تكب زبالة، تعودنا عليه يا أخي، لأنه إذا الواحد يعني بدي يناقش العالم ليش عم تكب، ليش عم تكب، في مشاكل كتير بصير، إحنا بدنا ما لنا غير الصبر. لأولئك الذين يعملون ليل نهار لا يكترثون بأعياد ولا أيام، في عيدكم لكم منا ألف تحية وسلام. سيد فؤاد، خلينا نحكي كيف بيتم صناعة الموزاييك السوري. كنا عم نحكي تحت الهواء عن أنواع الخشب، في أنواع عديدة للخشب، خلينا نحكي عنها. الموزاييك هلأ هو اللي اعتمد الشيء الأساسي تعدد الأخشاب بغوطة دمشق وتمايزها عن بعض بالألوان. إنه إذا بناخد مثلا هلأ هاي العلبة، ما بعرف إذا الكاميرا أخذتها مظبوط، فيها من الخشب راح نعد أنواع، مثلا خشب الجوز، خشب الزيتون، خشب الليمون، في تدرج للألوان. هي أنواع الخشب، هي طبعا لأنه بتتمايز، بتجي مثلا خشب الحور، خشب الكينا، بعدين صدف يمكن موجود بفيها، وهذا الصدف هاي، وهدول صدف بحري. بعد ما تخلص العلبة تلبيس بتنحفر وبتنزل الصدفة محلها. عدينا الكينا، السرو، المشمش، خشب المشمش له ألوان رائعة بالجمال. بقى شوفي هالأنواع الخشب، وقت اللي عم نحطها الخشب طبيعته بياخد اللون من الطبيعة، الله هيك سبحانه أنه ميز كل خشبة بلونه الطبيعي. عم نحطهم قدام بعض، عم نعطي الأشكال الهندسية المطلوبة. عم يطلع التمازج. فكرة المزيك اتاخدت من الرخام، كان قديم بسوريا يعملوا بحرات من الرخام، ياخذوا رخام ابيض رخام اسود، يعملوا اشكال هندسيه. نقلها جرجي البيار على الخشب، واللي ساعده كثير تعدد انواع الخشب والوانه المتميزه اللي عطتها الجماليه كثير للقطعه. يمكن بيئتنا السوريه يمكن بتساعد اكثر لحتى تبرز هيك جماليه بالموزايك واستخدام بعض انواع الاشجار الموجوده بسوريا. هذا كثير ساعد كثير لتطور الحرفه ولاعطاء جماليه اكثر فيها. إضافة أنه كمان عم نحاول نحن وقت البن في خشب ما عنا منه وجميل وحلو ولونه حلو، عم نستورده وندخله بالحرفة، مثل خشب الورد وخشب البادوك، ألوان مميزة ما عنا منه، عم نحاول نجيبها من برا لحتى نوسع أكبر عدد من كمية الأخشاب ضمن نطاق الحرفة. يمكن الموزايك موجود بعدة بلدان بأسماء يمكن مختلفة، لكن الموزايك السوري له طابع جمالي خاص. لا، بنفس النقشة ونفس الرسوم هاي ما في منه غير بسوريا. هلا بغير بلاد مثلا بيقولوا ارابيسك، بيقولوا فنون ما بعرف شو بيسموه، بس مو بنفس الطريقة يلي نحن بنشتغلها. الطريقة تبعنا ضلت ضمن الحرفي الدمشقي، داخل دمشق عم نشغل فيها. اما بهالاسلوب بهالنقوش حاولوا تقليدها ما عرفوا، وسبق قلت لكم ما عرفوا كيف يبلشوا بالقطعه بدهم يشتغلوها. مثلا بايران وقت اللي كنا شفنا موزاييك ايراني بيقولوا له خوتام هنيك، شبيه بالموزاييك السوري، ولكن هن لكن لا يضاهيه جماليه، لا الجماليه هون بتعداد الخشب اكبر، هنيك في نوع من العظم والنحاس بيعملوا فيها النجم بأشكال هندسية موحدة اللي هو الشكل السداسي. نحن هون لقينا بالشكل المتمن الرباعي المسدس الاثناعشري المثلثات، كلها أشكال هندسية وألوان خشب متعددة. هناك لونين بياخذوا الخشب البني الغامق والنحاس والعظم الأبيض. النحاس بيسحبوه بطرق آلية بيعطي أشكال هندسية، بيجمعوه تطلع على القصر تاير نقشتها رائعة وحلوة، ولكن كلها مطلوسة مكررات قديها. لكن الموزايك السوري بيتميز بالخشب أكثر، في مجال أكثر وأوسع، وبعدين هون مفسرة أكثر، بيشوف القطعة الواحد عم يفسر النجمة شو شكلها. هنيك كلها مثل بعض، هنيك كلها نفس نقشة متكررة. سيد فؤاد، حضرتك نائب رئيس شيوخ الكار، خلينا نحكي عن شيوخ الكار اليوم، دورهم في الحفاظ على الحرف اليدوية السورية. هذا شيوخ الكار نحن أخذناها من البيئة الشامية. إذا ما بعرف بتلاحظوا بالمسلسلات الشامية وكذا بتنزل كلمة شيخ كار، كانت شيخ الكار
قصة كبيرة أنه من أساس المجتمع السوري لحل مشاكل حرفيين ولحل مشاكل أهل البلد كذا كانوا يلجأوا للشيخ كار. الشيخ كار هو كبير الحرفة، معناه أنه كبير بالحرفة. نحن ضمن نظام الاتحاد الحرفيين، أنظمة الاتحاد والجمعية، دخلنا اسم شيخ الكار، عملنا مجلس رعاة الاتحاد العام الحرفيين، هو مجلس شيوخ الكار، هو مثل لقب شرف لهالحرفي. وقت اللي عم يمضي بحرفته مثلا 20-30 سنة، عم يعارك مع الحرفي، عم يعطي إرشادات، عم يحل مشاكل، عم يوجه، عم يعلم، وعم يورث لأولاده، إنه هي مثل رتبة شرف إنه كبرناه فيها، إنه أنت شيخ كار، إنه كبير بالحرفة، لك باع طويل بهالحرفة. أعطيناها اللقب، عدناه للناس لأنه الناس بتعرفه، ما أنه غريب عنا، عم تشوفه مسلسلات، عم تشوفه بهون. بقى اتحاد عام الحرفيين أنشأ من خلال مكتب التراث بالاتحاد العام مجلس اسمه مجلس شيوخ الكار. كنا نحن الجمعية تبعنا وبدمشق وريف دمشق أطلقوا على العدد الكبير من شيوخ الكار من خلال هالمعارض يلي قاموا فيها وشاركوا فيها، منحوا شهادات شيوخ كار من رئيس الاتحاد العام ووزير السياحة، واعتمدوا كشيوخ كار بالبلد. أسس هالمجلس، أخذ دعم كبير من القيادة الكتلية لمجلس شيوخ الكار بتوجيهات أنه هالشيوخ الكار هذول لازم يعلموا الحرف على طريقتهم، على طريقة الشيوخ الكار، مثل ما الشيخ الكار كان يعلم. نحن هلأ بدنا نعلم ونوجد أكاديمية في القيادة القطرية، أطلقت لنا هلأ أكاديمية الأسد بمدينة عدرا العمالية لتعليم الحرف اليدوية عن طريق الشيوخ الكار. هاي شغلة عم نشتغل فيها كبيرة ورح نوسعها، مهمة جدا للحفاظ على الحرف اليدوية أكيد السورية، ونعلم أجيال كثيرة لتراثنا ونعرفهم على تراثنا ونوسعها لكل محافظات القطر. يمكن شيوخ الكار عم يقوموا بهالمهمة على أكمل وجه، أنه عم يتم تعليمها أيضا للأجيال الشابة هالحرف هاي. أكيد، وهلأ عم نشتغل عليه، وهلأ نحن رح يتم إنشاء بكل محافظة مجلس شيوخ يتبع للمجلس المركزي يلي نحن فيه باتحاد العام الحرفيين بدمشق، وهذا بناخذ من كل الحرف شيوخ كارون إن كانت تراثية وإن كانت خدمية كمان لتشمل كل الحرف السورية، ونحن نشتغل عليها إنه هالرتبة الشرف نمنحها لهالحرفي الكبير يلي له باع بتعليم الحرفة بتوجيهها. نعم، يعني جهود كبيرة عم تبذل، وأيضاً عطاء مستمر بكافة القطاعات، واليوم أيضاً بمحافظة طرطوس معايدات خاصة من عمال طرطوس. أكيد لكم ألف تحية مع مراسلنا محمد حسن. ما أثبته عمال سوريا في هذه الحرب الشرسة التي تشن على بلدنا الغالي سوريا أنهم مقاومون بكل معنى الكلمة، فعمال حلب الذين ثبتوا وقاوموا الإرهاب وثبتوا في مصانعهم ومعاملهم، كما عمال في ريف دمشق وفي كل مناطق سوريا ثبتوا في معاملهم ومصانعهم وأدوا واجبهم الوطني، فإنهم يستحقون منا كل الاحترام والمحبة. في هذه الظروف الصعبة وفي ظل هذه الحرب الكونية التي تشن علينا، يقوم عمالنا بواجباتهم في ظروف صعبة وفي ظروف استثنائية في جميع القطاعات الاقتصادية والإدارية والاجتماعية. في هذه المناسبة نغتنم هذا اليوم لنقول لعمالنا كل عام وأنتم بألف خير. أثبت عمال سوريا أنهم جنود حقيقيون خلف آلاتهم وفي مصانعهم وعلى امتداد الساحة السورية، وبالتالي ساهموا في إعادة دوران عجلة الإنتاج وفي زيادة هذا الإنتاج، لأن هذا الإنتاج وزيادته يساهم في صمود سوريا وفي ويكون يعني عامل في هذا الصمود وفي دحر الإرهاب. اليوم العمال هم جنود خلف الجيش العربي السوري يد بيد حتى بناء سوريا من جديد وبناء ما تهدم. كل عام وعمال سوريا بألف خير.
اخوات ما اكيد بدنا نجدد تحيه لكل عمال سوريا ونقول لهم كل عام وانتم بالف خير. سيد فؤاد، خلينا نحكي اهم يمكن مطالبكم كحرفيين بمناسبه عيد العمال، شو بتتمنوا او شو بتطلبوا؟ هلا نحن مطالبنا، شوف في الازمه اثرت علينا كثير من خلال المواد الاوليه مثلا، من خلال الخدمات الكهرباء المازوت، شو بيستلزموا الحرفي، كان هي اثرت الازمه علينا انه اسخرت من العمل. مثلا نحن هلا قبل كل شيء وقت اللي بيكون في عندنا حاضنه تجمع الحرف التراثيه مخدمه بجميع انواع الخدمات، ان كان كهرباء ولا مازوت ولا غاز ولا ما يستلزم الحرفي، نحن ما عندنا مشكله ساعتها. كان الاستيراد موجود للمواد الاوليه بكاملها، يروح الحرف يلاقي كل شيء بالاسواق موجوده. هلا الازمه في تاثيرات اثرت، نحن بنتمنى انه بس تنتهى. قبل كل شيء حواضن تجمع الحرف التراثيه، نحن قلنا بشكل خاص انه تكون مخدمه بجميع الخدمات يلي بالزمن تلزم الحرفي، واقامه المعاهد والتدريب انه ندرب الحرفيين، والمواد الاوليه كمان تكون موجوده انه ما ينقص شيء على الحرفي بالسوق يلاقي طلبه. في اشياء مثلا مثل الات او عدد صناعيه هي، والمواد الاوليه في محليه وفي مستورده، انه كل شيء يكون مامن. نعم، يمكن قديش كمان بتسعى السياحه الداخليه كمان للحفاظ ايضا على المهن والحرف الدمشقيه، ويمكن انتقاله من محافظه لمحافظه. انتقالها هلا هي موجوده، كل محافظه لها خصوصيتها بحرفها. هلا نحن مثلا حرفه موزايك ما موجوده بغير محافظه، بتروح بتنباع هيك، ممكن تنتقل لغير محافظات. هي ممكن تنتقل، بس هي في لها خصوصيه بمواد الاوليه انه وجدت بدمشق، عم تنشغل بدمشق خاصه فيها. نحن في انواع من الخشب بنقوم لصباغه وتجهيزه بالوان متعدده لنجمعه مع الحرفه، بغير محافظات ما بيعرفوا يعملوه، ما في، وبيجوا بدهم يشتغلوها هني بيلاقوا نقل المواد الاوليه في مكلف او شيء، بتضل ضمن مدينه دمشق بياخذوها قطع جاهز تنباع بكل المحافظات، نقله جاهزه السياحة. يعني ايه نقله جاهزه، لانه الحرفيين المبدعين تبعها من اهل البلد هون. بيقول لك انا بيتي هون مقيم هون، حاولوا بعض منهم يطلعوا يشتغلوا هذا خارج المحافظه، يقول لك ايه والله عم اشتري الكراسته اخذها لانك عم تكلفني غالي، بيجي بتنشغل بسوريا بتنباع ارخص بدمشق، عفوا تنباع ارخص قطعه دمشق لانه كلفتها بالنقل وهي اقل. فانحصرت هالحرفه هي بالذات، انحرفت بدمشق، في غير حرف انتقلت. فمثلا النسيج موجود بكل محافظات سوريا، وكل واحد البروكار موجود لحاله بس بدمشق، يعني مثل المزيك موجود فقط مثل المزيك، لانه الحرير البروكار هو من الحرف يلي وجدت وضلت بدمشق، وخيطها مميز بدمشق اللي فيه فضة وذهب، خيط من الفضة والذهب من الحرير الطبيعي. نحن بدنا نشكر كل الجهود أكيد يلي عم تبذلوها للحفاظ على الحرف والمهن السورية. شكرا كثير لك أستاذ فؤاد عربش، رئيس الجمعية الحرفية للمنتجات الشرقية ونائب رئيس مجلس شيوخ الكارو. كل عام وأنت بخير. وأنتم بألف خير، شكرا كثير لكم، وكل عام وألف خير لعمالنا عمال سوريا، وشكرا كثير. شكرا لك سيد فؤاد عربش، واكيد تحيتنا لكل الحرفيين السوريين، كل عام وانتم بألف خير.